أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات صورتوها أنتم نشرتوها وإحنا ننقلها لكم، وننتظر مشاركتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم على واحد من ذن الأرقام الأربعة اللي تشوفوها بالأسفل من داخل العراق ومن خارج العراق. في حال ما قدرتوا تحصلونا لأي سبب إن كان مع شديد الأسف، تقدرون تتواصلون ويانا أيضا على الرقم الأخير اللي بصفوا إشارة الواتساب، تكتبوا لي رسالة، أتمنى تكون الرسالة مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منه اللي كتب لنا ومن وين، ونقرأ الرسائل إن شاء الله بالدقائق الأخيرة حتى الناس تسمع مشاركتك في حال ما تأمل الاتصال وياك لأي سبب إن كان. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف فوضى السلاح وتغلغل الميليشيات بالعراق وسيطرتها على مقدرات البلاد وعدم تمكن الحكومة من التعامل ويا هاي الميليشيات وإيقافها عند حدها. انهيار أمني تشهد المدن العراقية خصوصا العاصمة العراقية بغداد اللي شهدت بالأيام اللي مضت اغتيال المحامي عدنان أحمد النعيمي اللي تم قتله على يد مسلحين طعنا بالسكاكين بمنطقة الدورة ببغداد. وراها أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهمين من دون أن تكشف عن أسباب ودوافع الجريمة اللي صارت بمكتب المغدور هذا، وسبق أن شددت نقابة المحامين العراقيين على ضرورة الكشف عن المتورطين باغتيال عدنان النعيمي بظل تزايد وتيرة الهجوم على المحامين العراقيين واستهدافهم. وبينت أن الجنات اقتحموا مكتب المغدور القريب من مركز الشرطة ورصدتهم كاميرات المراقبة، وتم الحصول أيضا على هاتف نقال يعود إلى أحد الجنات وقع من عنده أثناء فراره من المكان أو محاولة الهروب بعد تنفيذ العملية اللي صارت. الفيديو اللي راح تشوفوه هسه هو فيديو كاميرات المراقبة اللي موجودة يم مكتب المغدور عدنان أحمد النعيمي. خلونا نشوف. عدنان النعيمي دخل إلى مكتبه قبل قليل، ذول الاثنين اللي جولة إلى المكتب طلع لهم، طبعا الفيديو هذا احنا اختصرناه لأنه طويل جدا، طلع لهم سلم عليهم، هنا واحد من عندهم أو اثنينهم شالوا الكمامات اللي حاطيها على وجههم. ركزوا لي هنا، ركزوا لي بوجه هذا، اياته طلع الله يخبل شلون، وشاب حلو حباب محترم، ثاني دا يتعامل بالهاتف، دا ينظر إلى جهة اللخ دا يشوف أحد جايهم ما جايهم، هنا أحد المنفذين للعملية دا يتعامل ويا المحامي دا يسولف وياه، راح يدخلهم للمكتب. طبوا جوا، لحقه راح يبدي الصريخ، بس الصوت ناصي بالفيديو فما راح يجوز تسمعوه يجوز ما تسمعوه. راح يجون اثنين، راح يجون شباب اثنين، ركض هذا أول واحد دخل للمكتب، وراح يجي الثاني يتفاجئ انه احد المنفذين طلع بوجهه، انهزموا. تكمله الفيديو انه هم طالعين من المكان، وراها تطلع الشرطه بسياره حكوميه وتقول انه احنا القينا القبض عليهم. السؤال اللي ينطرح هنا، يعني من واحد دا يتمشى بحيل صدر ويدخل الى مكان والمكان بكاميرات ودا يراقب، يعني لا هو الخايف من قانون ولا والخايف انه احد يلزمه ولا والخايف من مشكله راح تصير اتجاهه، ودخل ووقفه وسلمه وحكوا ويا المغدور وشوفوه تليفون وطبوا جوه وقتلوه طعنا بالسكاكين وطلعوا وانهزموا. هسه الكاميرات لقفتهم وجابتهم الشرطه ما جابتهم الشرطه، ما حد يعرف شنو اللي صار. زين شنو سبب الجريمه؟ اوكي الشرطه لزمتهم، غير المفروض من تطلع ببيان وزاره الداخليه وتقول انه احنا القينا القبض على المتهمين اللي نفذوا عملية اغتيال المحامي وقتله في مكتبه، تقول انه احنا حققنا وياهم، اسباب الجريمة كذا، دوافع الجريمة كذا، مدفوعين، قتل مأجورين، عندهم مشكلة شخصية وياه، عندهم ثار، عندهم قضية ما كملت، عندهم فلوس وتعامل، شنو الموضوع اللي صار؟
هددهم هددوه شنو الموضوع غير يطلعون يحجون لو بس هاي كاميرات مراقبة صورت اثنين طبوا إلى مكتب يفترون براحتهم سولفوا وياه طبوا إلى داخل المكتب طعنوا كتلون هزموا وراحوا ولزمناهم وهاي انتهى الموضوع زين ورا هذا الشيء المحامي عنده عائلة منو راح يرجع حق هاي العائلة المغدور ما يرجع الميت ما يرجع بس من اللي يعطيهم حقهم طبعا هاي هنا احنا شفنا عمليات اغتيال اما هنا هاي بمحافظة البصرة هنا راح تشوفون فيلم هوليوودي اخرجه المخرج الكبير ستيفن سبيلبرغ لمشادة واشتباك مسلح بعد ذلك الامر بين عناصر ميليشيات ادت الى مقتل اثنين من الميليشيات واصابة اخرين بسبب مشادة كلامية بين منتسبي ميليشيا الأصائب ومنتسبي ميليشيا السراية يعني جماعة الخزعلي وجماعة الصدر اتطورت هاي المشادات الكلامية إلى نزاع مسلح الفيديو راح تشوفوه همينا من كاميرا مراقبة وثقت لحظة نشوب النزاع المسلح خلونا نشوف هذا بالعراق بالعراق اللي البرلمانيين والسياسيين والأحزاب وقادة الشرطة ووزارة الداخلية احنا عندنا أمن وأمان احنا عندنا استتباب للأمن احنا مسيطرين على الوضع شوفوا السيطرة شلون تكون هيك راح تكون عبالكم لهنا ننتهي الموضوع لا لا حبايب قلبي الاشتباك تطور وكبر هذا اللي خلى انه البصرة تدخل الى استنفار أمني واسع بسبب أنه حاولت الشرطة السيطرة على الاقتتال اللي صار بشوارع البصرة مو بشارع بشوارع البصرة وعندنا لقطات ثانية راح تبين لكم أنه هالمرة ذول الميليشيات اللي كانوا دا يتعاركون بيناتهم اشتبكوا ويا الشرطة بأحد شوارع البصرة تفرجوا دولة دولة اثنين مصورين دولة صار حسنين نرجع جت الدورية دورية جت الدورية جت الدورية ليش تتاهو المشكلة اللي دا نشوفها بهذا الفيديو اكو طامة كبرى الدين الشرطة والدين وزارة الداخلية يعني احنا ما دا نشوف فيديو الى فيلم دا يشوفنا حالة آل كابوني اكبر عوائل المافيا بالعالم واشتباكاتها ويا الشرطة ما دا نشوف هذا الشيء ما دا نشوف عصابة التاجر بالمخدرات واكو رئيس العصابة قاعد أو زعيم مافيا قاعد وجماعته دي يدافعون عنه حتى الشرطة ما تلقي القبض عليه وصاير باشتباك ويا الشرطة لا والمشكلة أنه اللي متعارف عندنا خلال حياتنا ونشأتنا وتربيتنا أنه الشرطة لما تجي بالسيارة والعصابات العصابات المجرمة العصابات مو ناس يقولون احنا ميليشيات ونتبع الحشد الشعبي واحنا موجودين لحفاظ أمن البلد واحنا موجودين لأجل البلد
واحنا نتبع المكتب او نتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحه ونأتمر بامره. ما احكي على ذولا العصابات والمجرمين لما يسمعون الصافره مال الشرطه يفلتون، يقول لك جوي راح يلقون القبض علينا. وروحوا شوفوا بكل العالم مو بس بالعراق، اما بالعراق الشرطه وجوده من عدمه عادي طبيعي، بحيث الشرطه يختل ورا السياره يقول له بيناتهم لا تطب بسرعه خاف يقتلوك. اذا الشرطه هيك يتعاملون وياه المواطن شلون راح يتعاملون وياه؟ اذا الشرطي لابس بدله رسميه وطالع بواجب هيك يكون التعامل وياه، واللي تجي سياره حكوميه وهيك التعامل وياه. يا عجبا رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس القضاء ووزير الداخلية إيش وقت يتحركون حتى يحافظون على السيادة وهيبة القانون وهيبة الدولة. وراها إجانا تأكيد إلى شرطة محافظة البصرة اللي قالت أنه الاشتباك صار، وأشارت أنه تم إلقاء القبض على بعض مطلقي النار واتخذت إجراءات قانونية بحقهم. شنو الإجراءات؟ ما حد يعرف. وقالت ببيان أنه أكو مغرضين دا يحاولون يشوهون الصورة الحقيقية لمحافظة البصرة، وأنه شرطة المحافظة راح تلاحق هؤلاء العابثين قضائياً وراح يلقون جزائهم وفق القانون. أي قانون ما أدري. زين ذول العابثين بعض مواطنين راح تلبسوهم العمة مثل ما يقولون المصريين، لو راح تجيبون المفتعلين الحقيقيين للمشكلة. هاي الاشتباكات مو أول مرة تصير ولا هي الأولى من نوعها بالمحافظة، لأنه المحافظة شهدت في فترات سابقة اشتباكات مماثلة لعدة مرات بين ميليشيا العصائب وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري بسبب الصراع على النفوذ بالمحافظة. وصلت خلال الفترة الماضية إلى حرق مكاتب بعض هاي الأطراف، استخدام الأسلحة في الاستعراض والهجمات، وأسفر هذا الشيء عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين إضافة إلى المدنيين. الفيديو اللي راح نشوفه هسه هو تسجيل صوتي لقائد شرطة البصرة، والحلو يعترف لكم بيه بتقصير حكومي عن التعامل ويا فوضى السلاح وعدم قدرتها على إيقاف الميليشيات وعدم قدرتها على منعها من الاقتتال بالأحياء السكنية وترويع المواطنين وإرهابهم. خلونا نسمع. اثنين أفواج مركزية، كذلك واحد زبير، أيضا ضباط المراكز، مركز العرب، مركز الزبير، مركز المربد، أمر وتوجيه السيد قاف واحد الضباط المسؤولين، أكرر آمر فوج الطوارئ، وكذلك مدير شرطة الزبير وأيضا ضباط المراكز المربد الزبير العرب يدعون للتوقيف وينقلون خارج المحافظة، أمر وتوجيه السيد صف واحد المحترم بالوقت الحاضر. اثنين أفواج مركزية، سيطر المركزية اثنين أفواج على مسمع من نداء السيد صف واحد المحترم، الأمر منفذ. بلغ بعد بس الانضباط يجي ينفذ الدائرة القانونية قضابة خفر. أريد المجلس هسه قدامي رئيس المجلس العميد جاسم مدير الجنائية والحركات يكمل المجلس مالتهم يتوقفون على ذمة المجلس والآن ينظم كتاب نقلهم خارج المحافظة، ما أحتاجهم أبدا والله. واحد جدا واضح والله أنا عندي سؤال إلى سيادة اللواء مدير شرطة البصرة، يعني الرتب اللي شايليها على اشتافاتكم بعد إلها داعي بهذا الوضع اللي طلعون أنتوا ألوية وذن الرتب خوفا كانا وما قادرين يسيطرون على الوضع؟ يعني خلي العالم تروح تفتح الوثائقيات اللي موجودة على شبكات الانترنت وعلى مواقع الانترنت ومن ضمنها يوتيوب، وخلي تشوف بابلو اسكوبار لما كانت الشرطة تلاحق ينهزم من مكان لمكان، ودول تجار مخدرات ومهربين ومخربين وكانوا يدمرون البشرية وساهموا في تدمير البشرية اللي وصلت اليوم المخدرات إلى بلدنا وراء الاحتلال الأمريكي وانتشرت إلى جيل واسع من الشباب نصفهم مثل ما يقول وزير الداخلية الأسبق. وإحنا عندنا جماعة يقولون إحنا من الحشد، إحنا تابعين للقوات المسلحة، إحنا جهة أمنية رسمية معترف بها، تجي الشرطة ولا عبالك، الشرطة تخاف منهم وهم ما يخافون. ليش؟ أنتوا جاوبوني على هذا السؤال. من تويتر، عفواً، من منصة إكس، عبس العيساوي يقول البصرة أسيرة العصائب ذيول إيران وأولاد السفارة.
عادل يقول ميليشيا العصائف في البصرة تستعرض بسلاحها الثقيل أمام مركز الشرطة الذي اعتقل مجموعة تابعة لهم بالأمس. لا يابا، دولة وقانون. وليث يقول أحداث البصرة البارحة مرت بكل سلاسة، حدثت مقاتلة بين ميليشيا وميليشيا وتم الهجوم على مركز الشرطة، وصباحا أشرقت الشمس وانتهى كل شيء والحياة جميلة والطيور تزقزق، بداية فيلم هوليوودي جميل. الياسري، البصرة معركة ميليشيا الصدر مع ميليشيا القيس الشرطة والضباط بالسجن لأن تدخلوا، واللي راح يستغرب من دول الجوار وأشقائنا العرب هذا الرسالة اللي كتبها، نعم تصير، لأنه قيس والصدر أعلى من الجيش وأعلى من الشرطة وأعلى من الدولة. أبو عمر من بغداد، حياك الله أبو عمر. يبدو أنه الاتصال ويا أبو عمر انقطع، فسامحنا، وإذا تريد ترجع لنا حياك الله من جديد. نطلع من الصراع المسلح بين الميليشيات والسياسيين إلى الصراع السياسي اللي يسبق كل انتخابات، وحاليا هم عندهم سباق بسبب انتخابات مجالس المحافظات. اليوم حملات تمزيق صور المرشحين بعدها مستمرة، ومنها بالبصرة، رغم تهديد وزارة الداخلية بمعاقبة من يقدم على تمزيق وإزالة الدعايات الانتخابية للمرشحين وكتلهم السياسية. يعني وزارة الداخلية هددت أنه اللي راح يندق بمرشح ويشق له صورة أو دعاية أو بوستر راح تعاقبه وراح تذبه بالسجن. تعرفون لأن شرطة البصرة عندها صورة المرشح أهم من أمان المواطن، بحيث اللي يشق صورة يتعاقب، بس اللي يتواجه بين طرفين واثنيناتهم ميليشيات وعدهم سلاح الله كريم. خلونا نشوف. محافظة البصرة قضاء الجبير تنزيل بوستر خميس الفجر. هاي صورة. أما بالنجف المواطنين اللي هناك ليرفعون عدد من صور المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، وراح نشوفكم هذا الفيديو. هذا بالنجف. قبل ما نكمل بهذا الموضوع أبو عمر من بغداد رجع لنا، حياك الله يا أبو عمر. حياك الله أستاذ فهد، تحياتي لقناة الرافدين جميع السادة المشاهدين الكرام. تحية ودوم. الله يديمك أستاذ أفد. إحنا نعرف أكو عندنا عصابات يعني بالعراق قبل 2003، وكل العالم، الدول العربية الدول الغربية، يوجد أكو عصابات، نعم، وعصابات اغتيالات، عصابات سرقات، موجود هاي بالعالم كلها، لكن هاي العصابات ما لها قيادات وما لها ناس زعماء وما لها أشخاص بالدولة يعني محتمين بهم. لكن للأسف إحنا بالعراق اللي يعني نختلف عن العالم كله، أكو عندنا وزارة داخلية، أكو عندنا قوات أمنية، لكن عندنا أكو حشد، هذا الحشد منضم إلى قيادات زعماء ميليشيات الحضارب، منظمة بدر، تيار الصدري، كل هذول اللي تأسسوا من 2003 لحد الآن. هذول عندنا ناس يعني عندهم اختصاص يعني بالقتل، قتل نشطاء، قتل محامين، قتل التظاهرات اللي صارت في بغداد ومحافظات، كيف انه دخلوا ساحات التظاهر وقتلوا امام انظار القوات الامنيه وامام يعني ابناء الشعب العراقي، كيف انقتلوا وراح دمهم هدر ولحد الان ما تحاسبوا من هذول القتله اللي هجموا على ابناء شعبنا وابناء امتنا العربيه اللي هي هم اساس الروح الوطنيه العراقيه. هذا المحامي اللي قتل عدنان الدنياني هو من قبل ايضا ميليشيات مدعومه. هاي الميليشيات العامه يعني اكو تواصل بين وزير الداخليه وقيادات ميليشيات الحشد، يعني اكو انه هذا الشخص معروف من دعم من الى جهه معروفه منها، يعني كل وزاره الداخليه تعرف اسباب القتل واسباب الجريمه من هاي الميليشيات.
لكن للاسف ما تحاسبهم انه وزاره الداخليه فيها ضباط يعني دمج وضباط يعني ينتسبون الى هاي الميليشيات وقياداتهم. من يصير عندنا قتل، من يصير عندنا جرائم، ماكو عندنا حساب لهم، ماكو لهم رادع. فكثره القتل وكثره الاغتيالات عندنا بالعراق وسرقه اموال والاراضي وكل هذه سببها اللي العراق بيعيشها مأساة من 2003 لحد الان. احنا قوات امنيه ما عندنا، قضاء عراقي ما عندنا نلجا له. فللاسف احنا باقين تحت هاي المطرقه الميليشيات وميليشيات الحشد وكل هاي الاحزاب اللي تدمر بالعراق من 2003 ولحد الان. والقتله هم ناس معروفين، يعرفوا ابناء الشعب ووزاره الداخليه كلهم تعرفهم، بس للاسف ماكو عندنا حساب. هاي المفروض انه تغيير هاي الحكومه، يعني عندنا هسه الانتخابات اجتي بعدهم هم نفس القتله ونفس يعني الصور اللي جاي تتعلق من ضمن هاي الاحزاب والميليشيات. فاحنا ما طول موجودين هذول هاي الاحزاب وقياداتهم العراق ما يصير انه بلد امن، ما يصير انه بلد يتقدم بوجودها هاي الميليشيات وهاي الاحزاب. المفروض نتخلص من هاي الميليشيات وهاي الاحزاب ويصبح عندنا قانون جديد، وزاره امنيه جديده يعني تحاسب عن كل قتل، ويصير عندنا القتل ما يصير مثل ما 2003 لحد الان. الجرائم تقل وتسقط هاي الحكومه وتسقط هاي الاحزاب بعون الله تعالى وترجع شعبنا للامان للاحسن ان شاء الله. ما طول هاي الاحزاب على باطل، فالعراق ان شاء الله يرد كرامته ويرجع بخير ان شاء الله. ما طول اخو عراقي يعني ناس خفوئين، وان شاء الله بعون الله تعالى تسقط هاي الحكومه ويصير الشعب العراقي احسن واحسن واسترد حقوقه بعون الله تعالى. وتحياتي الى تحياتي لك ابو عمر. شكرا جزيلا لك. محمد من امريكا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم استاذ اسد، احييك واحيي قناه الرافدين البطله. حياك الله اخوي العزيز. استاذ العزيز، من 2003 لحد الان تدبير العراق هم الميليشيات تابعين لتيار الصدر الارهابي. نعم. مقتدى الارهابي، قسما بالله هم دمروا البلد، هم القتل الدكاتره، قتل السنه، تهجير السنه، قسما بالله ما خلوا سني لا طيارين كلهم قتلهم، هم ذولا جماعه حرس الثور الايراني، جماعه بدر وغير قدر، هم ذولا التابعين المهدي وجيش المهدي وغير المهدي ابو السفاره الايرانيه هو ابو الحرس الثوري الايراني، السفاره الايرانيه بغداد. اخي محمد اذا تسمح لي يعني خلينا نبتعد عن النفس الطائفي لسبب. السبب انه انت ما اقول لك كلامك انت تحكي خاطئ، لكن الايام اثبتت انه هم ما دا يفرقون بين سني وشيعي، ولا دا يفرقون بين ابن بغداد وابن ذيقار. يعني ثوار تشرين بالجنوب هم من طائفتهم، فخلينا نبتعد عن الكلام الطائفي ونحكي بشمولية عن المواطن العراقي واللي دا يسووه بحقه. عزيزي ما زلكم ميليشيات الحشد وغير الحشد، قسما بالله العراق ما يصير براسه خير. والمخدرات، أما المخدرات هم طببوها للعراق، هم دمروا العراق كله بالمخدرات. أما شوف الطلبة قسما بالله بالصويرة ما يا مدرسة بغداد، قسما بالله المخدرات يخلوها بالحلاوة يطوها للطفل، مخدرات هم دمروا العراق. نعم. تحياتي للشعب العراقي الشرفاء، مو للذيول الإيران، للشرفاء. نعم. أنا أحكي على ذيول الإيرانيين، مو الشرفاء. نعم. الذيول تابعين لإيران، نهايتكم إن شاء الله 2012، هاي شهر 12 إن شاء الله منتهين أنتم. مستخطين الحكومة الإيرانية الصفوية، إن شاء الله نهايتكم منتهية، بعون الله سيدنا محمد، تحياتي للقناة. تحياتي لك أخي محمد، شكرا. نرجع إلى قضية محاربة الشعب العراقي إلى المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات. عندنا أحد المرشحين تفاجأ خطية، يعني ما يدري أنه الشعب ما يريدهم، تفاجأ أنه صورته أو البوستر الإعلاني إلى متمزق من ائتلاف الأساس الأستاذ التربوي رقم القائمة 150، اسمه مشيول. فطلع هو بالنجف واتهم جهات، يقول أنه هاي الجهات تدعمها أحزاب ثانية هي اللي وراء حملة تمزيق صور المرشحين. خلونا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أوجه رسالة إلى جمهور مرشحي محافظة بابل وخصيصا قضاء القاسم، إحنا أخوة والمنافسة خلوها شريفة. أنا ترى ما يهمني أنه تمزق صوري وتشلع الصور مالتي، ما يهمني. هسه هاي الآن أنا جبتها
حقيقة هاي الصورة أنا دقيتها اليوم وين بالمفرق مال السيدة أسماء على شارع الكفل. زين أنا ما لحقت بيهم طبعا، هم ثلاث أشخاص ملثمين عندهم ستوتة، زين الستوتة سوداء اللون، ولكن إن شاء الله إن شاء الله عن قريب إن شاء الله ستكشف حقائقهم إن شاء الله. أنا ما يهمني أنه تشلع صورتي وأنه تمزق صورتي، ما يهمني، أنا أكبر من هذا الشيء. سيادة الأستاذ التربوي المرشح، اللي ما يهمه ما يسوي هذا الدسوي، اللي ما يهمه أن صورته تنشق أو تنشال ما يدير بال، واللي ما يهمه صورته ما تنحط من محافظة ما يدير بال. يعني لو شخص ثاني وانشقت الصورة مالته وانشالت وانداست واندبت وما يهتم ما راح يسوي شيء، بس اللي يهتم أني إلا اللهم بس دا أحلل الصورة، أني بس دا أفهم المواطن العراقي اللي يهتم من الما يهتم. فالما يهتم ما يدير بال، ومن يجون يحجون إياه يقولوا لسيادة المرشح صورك دا تنشال، يقولوا شنو يعني خدت تنشال، الناس تعرفني، شغلي هو اللي يعرفني، اللي قدمته للمحافظة هو اللي قدمني، الناس تعرفني بخدمات اللي قدمتها، الناس تعرفني بالشي اللي سويته، الناس تعرفني انه أنا ابن هاي المحافظة اشتغل للمحافظة حتى ارتقي بالمحافظة، بس مال الناس تعرفني من صورتي هذا اهتمام. اما الان نطلع من المرشحين السياسيين ونروح الى هم قضية المرشحين السياسيين بانتخابات مجالس المحافظة، بس انا عندنا اعلامي من البصرة انتقد احد الشعراء اللي حضروا مؤتمر انتخابي إلى نور المالكي، وقال له نور المالكي متهم وهو رئيس مجزرة سبايكر وأكو دلائل على مشاركته المباشرة بهاي المؤامرة، فشلون شاعر يروح ويلقي شعر مديح إليه؟ خلونا نسمع. وأنت اليوم حاط رئيس دولة القانون وتمجد به وتفرضه على العراقيين، ليش؟ بس هو رئيس دولة القانون بطل؟ العراق منو رجعه؟ ترى أرجع بلد بالعالم هو العراق، والعراق ما رجع المالكي. أذكرك لو ناسي شاعرنا الكبير 1700 مال سبايكر، وهذا المتداول عليه عن المحللين السياسيين، وهسه الفيديوهات جاي تطلع ويقال المالكي متسبب ب 1700 شاب انقتلوا في مؤامرة من المالكي، وهذا المتداول هو باعتباري أنا من الجنوب وأزيد هاي الناس من العراق والوسط والجنوب، وأنت اليوم يا شاعرنا حاط رئيس دولة القانون وجاي تفرض على العراقيين. يفترض أنت شاعر شعبي المفروض تكون عراقي وطني، تشعر للناس وترفع معاناتهم بطريقة حضارية بعبودية بشعر، توصل صوتنا للمسؤول بلكي رف قلبه علينا. سيادة الإعلامي أنت المفروض تحكيها بطريقة أخرى أيضاً، تقول له أنه زعيم ائتلاف دولة القانون هو المتسبب الأساس في ضياع القانون من البلد، كتلته تحمل دولة القانون وهي اللي أسست دولة اللا قانون، دولة القانون وهي اللي أوجدت الميليشيات، دولة القانون وهي اللي ارتكبت الكثير من المجازر. واتذكروا زوبعة في فنجان وانتهوا قبل أن تنهوا، مجازر كركوك والموصل والأنبار وصلاح الدين وجامع سارية ومصعب بن عمير في ديالة، تذكروا أنتوا بالبصرة صولاته اللي سواها هناك، تذكروا المجازر اللي سواها هو بالذات، تذكروا التقارير الدولية اللي تقول أنه في فترة نور المالكي 8 سنوات فقط ما يقرب من 1,000,000,000,000 دولار مسروقة من الخزينة وما حد يعرف بها وين راحت، والتقارير الرسمية تقول هذا الرقم يشمل كل شيء، أما السيولة النقدية 350 مليار، مدري 400 مدري، ما يعادل هذا الرقم، أبني بي دول. هذا زعيم ائتلاف دولة القانون اللي لما يطلع إنها مؤامرة وغيرها 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 ويحكي باسم العراق. والسؤال اللي ينطرح من 2003 لليوم، شنو اللي قدموه ذولا إلى العراق؟ كلهم شنو اللي قدموه للعراق؟ شنو اللي قدموه للعراقيين؟ شنو الشيء الجيد اللي حسوا به العراقيين؟ كهرباء، مي، جفاف،
ملوحة، أنهر، سيادة، الصيادين العراقيين اللي يعتدوا عليهم خفر السواحل الكويتي، دول اللي يختطفوهم بإيران، شنو اللي قدموه؟ اقتصاد، أموال، رواتب، وظائف، رشاوي نهوها، أمان وأمن وأمان، شنو اللي قدموه؟ أنتوا احكوا لي شنو اللي قدموه؟ طبعاً عندنا عدد من أنصار التيار الصدري هنا الجماعة أقدموا في بغداد على رفع صورة كبيرة إلى نور المالكي ومزقوها خلال تجمع لهم. خلونا نشوف. السؤال اللي ينطرح، ذولا المواطنين ما مدعومين من أحد، يقدرون يسوون هذا الشيء؟ وشو راح يكون التعامل الحكومي إياهم؟ هاي أهم نقطة أريدكم تخلوها ببالكم. ناس علقت من فيسبوك، أبو علي شمر يقول لصوص مرتزقة على طلع عليكم وعلى أحزابكم الفاسدة. حماد حمود، سؤال: ما هي واجبات مجالس المحافظات؟ ما هي إنجازاتهم منذ 20 عاما؟ أرجو الإجابة على سؤالي بدون زحمة. وهاي السؤالين أنقلها لكم مشاهدينا وأتمنى تجاوبوه. الحماد رنا سعيد، هو بالعراق هم عندنا انتخابات؟ نضحك على نفسنا. وحسن غالب، الانتخابات عبارة عن لعبة لا أكثر ولا أقل. هذا اللي ده يصير. نطلع من قضية انتخابات مجالس المحافظات وندخل إلى محافظة ذي قار. هذا الملف اللي راح نحكي به راح نحكي فقط في محافظة ذي قار لأنه إلى النصيب الأكبر في هذا الملف. تلوث كبير بأنهر الأقضية ونواحي القضاء ومدن المحافظة، مثلا بالناصرية ناشط يوثق لنا انتشار المياه الآسنة اللي تحيط بعدد من المدارس الحكومية بالناصرية ويطالب بوضع حد لهذه المهزلة وإيقاف مأساة الطلبة اللي تتكرر يوميا لما يخرجون إلى الدوام ويواجهون هذا المنظر. خلونا نشوف. السادة المسؤولين، خصوص أبنائكم، أبناء مخلين ولدكم بالمدارس الأهلية، وهذا من حقكم، ناس عندكم فلوس وتخلون ولدكم بالمدارس الأهلية تخرجون خارج القطر، هذا شيء يخصكم. هذا اللي جاي يشوفونه، هذا الطريق، هذا طبعا سوق ومجمع مال مدارس وجامع، هذا في مجمع العمارات السكنية في مدينة الصدر. طبعا احنا دا نريد ننتقد لنا اليوم مسؤول يقول هذا المسؤول فاشل، بس من ابيكم يقبل هاي الحاله؟ يقبلها انه ابنه يطلع من الصبح يروح للمدرسه بهاي الوضعيه؟ بشرفكم وبغيرتكم، انا مرات من احلفكم بشرفكم يكتبون لي بالتعليقات لا تحلفهم بشرفهم، شنو السبب ما جاي اعرف. فيا اخوان جاي احلفكم بشرفكم، احلفكم بغيرتكم، من ولدكم الصبح يطلع للمدرسه وتشوفونه يطلع ويقبل بهاي الحاله. هاي بالناصريه. أما قضاء النصر في محافظة ذي قار، مواطن راح يوثق لكم الإهمال إلى نهر القضاء وتصريف مياه المجاري، أي هي مياه الصرف الصحي، بشكل مباشر ومن دون معالجة لأحد أنهر القضاء. وشوفوا المنظر والروائح اللي تترتب وراء هذا الشيء. خلونا نشوف. صبحكم الله بالخير والعافية أبناء مدينتنا، أبناء قضاء النصر الأحبة، صبحكم الله بالخير والسرور والأمان والبهجة، ومدينتكم جميلة ما شاء الله، وصبحكم الله بالخير يا مدراء الدوائر بالمدينة المحترمين، الدوائر الخدمية الحريصة على المدينة وأبناء المدينة وعلى صحتهم وأمانهم واستقرارهم وترفهم وازدهارهم. صبحكم الله بالخير يا مدير بلدية قضاء النصر، اللي ما شاء الله الرجل جاي يبذل جهود. احنا لحد الآن ما حكينا بالمنسوب مال نهر النازل، هذا المفروض كله متغطي،
والمي المفروض على اقل تقدير واصل لهنا ما حكى بيهن، بس المجاري اللي دا تنشمر. اما قضاء الشطره بعدنا بذيقار، احنا ما طلعنا من محافظه ذيقار، ثلاث فيديوهات من محافظه ذيقار، هذا بالشطره ناشط ينتقد الاهمال اللي صاير الى كورنيش قضاء الشطره ويتساءل شنو هو دور بلديه القضاء بعمليات الارتقاء بواقع القضاء الخدمي وبواقع القضاء الجمالي لمساعده الناس على معايشه الامور في زمننا الصعب هذا. تعالوا نشوف. بداية المي كان لهنا، أمي روح لهنا، هاي بداية. هم ما نحكي على مناسيب المياه اللي أصلا الحكومة ما دا تفكر بيها، اللي هي دا تنخفض دا تنخفض دا تنخفض بعدة عوامل. أولا عدم الاستغلال الصحيح، سوء الإدارة، وعدم المطالبة بحصص العراق المائية من دول المنبع دول الجوار، وعدم تفعيل وثائق العراق اللي وقع عليها ويا الدول المتشاطئة، أو حصص العراق من الدول المتشاطئة. بعيد عن هذا الاهمال الكبير اللي دا يصير بهذا، يعني محافظة ذيقار مثلا صرفت عن نوافير ملايين، ونوافير لحد الآن الناس ما مستفادة من عندها. لو ما مسوين هاي النوافير أو قاصين النوافير بالنص، أمي بالنص، والنص الثاني اللي ما يسووها يجون يصلحون كورنيش، يصلحون شبكة صرف مياه صحي، الأمور تختلف، هواية تختلف. يفعلون مديرية المجاري معالجة مياه الصرف الصحي، ما يخلوها تنزل بالشط بهذه الصورة، يخففون من الروائح، يكرون النهر، ينظفوه. هاي كلها راح تغير، راح تغير الناس وتعاملها وياكم، راح تقول على الأقل يعني مثلا أبو قضاء الشطرة أو محافظ ذيقار لو معالج المجاري ومسوي الكورنيش ومكمل المدارس المتلكئة وحال هاي الأمور وما تصير برك مياه آسنة والطلاب ما يتأذون، فما حد راح يشتكي. ولما يجي يطلع واحد يشتكي يقول له عمي تعال تعال شوفنا بذيقار كورنيش الشاطرة صلحوه ومدارس المتلكئة بنوها والمجاري صلحت وما تفيض الدنيا لما تمطر الدنيا والطلاب يروحون يرجعون مرتاحين والمجسرات المتلكئة كملت. فالناس لما تقوم تحكي عمي شوفونا، لما يطلعن راح يطلع واحد مثلي مذيع برنامج في أي قناة تلفزيونية لما يحكي ويا السياسيين يقول لهم عمي روحوا تعلموا من محافظة الناصرية، روحوا تعلموا من محافظ محافظة ذيقار، روحوا تعلموا شنو اللي سواه، بس انتم ما تسوون شيء. راحت بديت لي نافورات وسموك محمد نافورة، وراها النافورات خربت وبرك مياه آسنة ومكب مال النفايات ومكسرة وانصرفت عليها ملايين والشعب كل شيء ما مستفاد من عندها. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا من فيسبوك مهند عراقي، والله المقاولات بس للسرقة أموال الشعب، يا ريت تكون شركات إعمار وطنية تابعة للدولة وهم توظف الشباب على الملاك. مجيد الكريمي، مدير أي دائرة هو من يتحمل رداءة عمل دائرته وخاصة لجان المتابعة بالتعاون مع المواطنين. وجابر رامل البدري، بلكي الماكينة أو المهمة أو امتداد تمر على هاي الناس تشوف وضعهم لو حالهم حال العبرية قبلهم نفس النهج. غني ماجد، مناشدتك ما تعبر ذاك الصوب ما حد يسمع. هاي دا يحكي ويا الشخص الأخير اللي يحكي عن قضاء كورنيش، أو عفوا عن كورنيش قضاء الشطرة. المشكلة عندنا مشاكل هواية، وعندنا قضايا هواية، وعندنا أمور هواية لازم تطلع، لكن ما حد يحكي بيها. عندك ملوحة وما حد يصلحها، وعندك جفاف وما حد يفكر بيه، عندك أماكن تاريخية وتراثية مثل الأهوار دجف والناس تهاجر من عندها، وهذا دا يؤدي إلى غياب ثقافة كاملة ما حد يفكر بيها. رشوة دا تزيد، تعليم دا يسوء، مدارس
آلة للسقوط وطينية وكرفانية ومهملة، كتب ما عندك، منهاج ما عندك، تعليم ما موجود، مدارس أكو بيها ما بيها مدرسين وأكو بيها مدرسين اثنين وثلاثة، وأكو مدارس أهلية، منهاج موجود ومعلمين موجودين والأمور موجودة، بس حتى يأخذون فلوس من الأهالي زين والحكومي. ولما يطلع يقول لك أنا وزير، ما أنت وزير لازم تدافع عن قطاعك القطاع الحكومي، أنت مو وزير للمدافع عن القطاع الخاص، شنو البقيت للبقية؟ أنت مو وزير هيجي، لما أنت تخرب الحكومي وتدافع عن القطاع الخاص أنت تاجر، فالمفروض يصير تاجر التربية وتاجر التخطيط وتاجر الموارد المائية وتاجر الداخلية، لأن ما عندنا وزارات، الوزارات لازم تدافع عن القطاعات الحكومية مو تخربها حتى نعمر القطاع الخاص، ويا ريت لو القطاع الخاص معمر كان الناس على أقل تقدير حست شوية أكو أمل. ملفنا الأخير، طلاب من محافظة ذي قار يشتكون بقائهم بالشارع، يعني تخيل عندك طلاب المفروض يقعدون على مقاعد الدراسة ويردون يدرسون بس ما عندهم مدارس، صار لهم شهر لحد الآن ماكو صفوف تكفيهم، ويومية مدرسة محاولتهم من هاي المدرسة ذيك المدرسة، ويرحون من هاي ذيك المدرسة وما استلموا كتب أصلاً وما موجودين على مقاعد الدراسة ومشمرين بالشوارع، وهذا شباب العراق الواعد هيك حاله. مثل نعقل هاي هالورانة نجحنا من صف المتوسط من يوم 1/10 ورحنا للآخر، داومنا بالآخر خلال 29 يوم من يوم 1/10 لما قالت أنا يوم 29/10 ماكو لا تدريس ولا مدرسة ولا كتب، بحيث أقلنا ريب كتاب فليزي أقل إذا أعطت فيزي ما أعطت كتاب، نقلونا مثل نعقل يوم 29/10 رجعنا أجا الكتاب يوم 4/10 وردهم بثلاثة أيام اجى الكتاب، ونقلونا المسلم ابن عقيل، رجعنا المسلم من يوم 29/10 واليوم 9/11 لحد هسه احنا بلاي حل، مو بس هاي المجموعه 70 طالب، بس اليوم ماكو حضور بس هذا الحضور، 70 طالب لحد هسه بلاي مدرسه، اليوم اجى مدير الناحيه بالاصطفاف يوم خميس الموافق 9/11 قالوا راح اسوي لكم حل، ولحد هسه ماكو اي حل، يوم الاحد هذا المقطع راح ينشر، يوم الاحد راح اروح للتربيه مال سوق الشيوخ والتربيه الناصريه، ماكو غير هذا الحل، اما اذا ماكو مدرسه يستقبل الاخر مسلم عقيل. فلنفترض على اقل تقدير الصف بخمس رحلات بالصف الواحد عموديا، في ثلاث رحلات افقيا، يعني خمسه في ثلاثه 15 رحله على اقل تقدير. احنا ما نحكي بالوضع الحالي اللي بيداوم مزدوج الثلاثه ورباعي واكو طلاب قاعدين بالقاع واكو رحلات تشيل اربعه وثلاث طلاب، لا نحكي بالوضع الطبيعي، خمس رحلات في ثلاثه 15 رحله، كل رحله تشيل اثنين ذولا 30 طالب، يعني اللي موجودين عندنا صفين ونص، عم يزيدوها سرى رحلات جديد سووهن ستة دولة صفين، وماكو بالعراق مدارس تشيل طلاب طابين للأعدادية توهم زين، دولة شنو مستقبلهم؟ يعني إذا السنة راحت عليهم السنة الجاية راح تبقوهم تنجحوهم زين؟ النجاح لعدم وجود مدارس مثل خروج لعدم كفاية الأدلة ويطلع من القضية براءة زين، ينجح ويصعد ويطب السادس ويطلع شنو؟ شنو تخصصه يطلع؟ لو تشمروهم بورش العمل ويطلعون في تارية وصباغين وحمالين ويدفعون عرباين واللي يفتح بصية مال جقائر بالشارع، أو تاليتها المستقبل مع شديد الأسف هو الدخول في عالم الظلام والإجرام والإدمان، هذا هو الحال اللي يصير أيضاً بذي قار. شوفوا ذي قار اليوم حصة الأسد بحلقتنا، ناشط هنا يوثق لكم حال طلبة المدارس المزري، وهم يعانون خلال عبورهم أحد الطرق السريعة خلال ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها، ويتعرضون إلى مخاطر كبيرة منها مخاطر الدهس بسبب عدم وجود أماكن مخصصة للعبور وإشارات مرور. تعالوا نشوف الآن متواجدين أحد مدارس بين الغراف والناصرية مناطق ريفية، طبعاً بعد ما جتنا مناشدات من الأهالي بوجود خطر كبير على الطلبة، شوفها طلبة الابتدائية، وهذا الشارع السريع اللي يربط بين الأقضية والنواحي الشمالية والكوت والناصرية، يعني هذا خط سريع، وشوفوا معاناة طلاب الأطفال من عبور الشارع، هذا خط سريع سيارات جاية تعبر. يا خلي تشوفون الحكومة المحلية، خلي تشوفون متابعة المحافظة، المسؤولين بالمحافظة،
مدى التهاون والاستهزاء بأرواح المواطنين. وشوفوا قصورهم، يعني عد مرارا وتكرارا طالبوا الأهالي بتوفير لهم جسر أو إنشاء مدرسة. شوفوا 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 يعني معنا شوف شوف هاي السيارات، وشوفوا هاي الطلاب. خلي شوف الرأي العام، خلي شوف الحكومة المحلية. لا سامح الله، طفل إذا عثر أو لوري إذا مسيطر مشاكل كبيرة راح تصير. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من نادية الربيعي تقول: غسلوا إيدكم، لا تعمير ولا ترميم، اعتمدوا على التجميع الذاتي. شذا السعيدي: مع الأسف الكتب موجودة بالمكتبات وبأسعار غالية جدا، يبدو أن وزارة التربية وقعت عقود ويا أصحاب المكتبات لشراء الكتب وبيعها للطلاب وبأسعار عالية. حسين ناصر: بلا زحمة، أحزاب الفساد بلكت من الفلوس اللي أخذها زهير ترميم المدرسة واللي لو له قرضة حسنة. وأنا علي تقول: ويجي وزير التعليم ويقول أسئلة وزاري سهلة، شو لا كتب لا مدارس بها خير، مو خلف الله على الطلاب تجيب هيك معدلات، ما حد دمر تعليم غير وزارة التعليم والتربية اثنينهم. فكان هاي تعليقات الناس على هاي القضية. مشاهدينا الكرام، التعليم في العراق من سيء إلى أسوأ بسبب سوء إدارة وزارة التربية. وأنا ما أحكي بس على المنهاج، وزارة التربية مو معناها هي تدير بس المنهاج وها هي أبوك الله يرحمه وتنزله بي دي اف، لا، مباني، طرق، وسائل، مناهج تعليمية ووسائل إيضاح، لأن كل لازم توفرها، إضافة إلى الكوادر، إضافة إلى المستلزمات المدرسية بداخل المدرسة، لأن كل لازم تتابع وراها ويا الدوائر الرسمية الأخرى حتى تكملها ويعيش الطالب في بيئة تعليمية صحيحة. لكن وزارة التربية نطت المناهج ما نطت المناهج، هي ما مهتمة، فهذا أبسط شيء من واجباتها ما مهتمت له، فما بالك بباقي الوزارات والدوائر الرسمية. قيسوها أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج صوتكم غدا بإذنه تعالى. في أمان الله.